اهلا وسهلا بكم في حفل ختام فعاليات مؤتمر التحكيم الدولي الثاني لمركز جنيف. وفي البدايه احب ان ارحب بكم جميعا كاعضاء في مركز جنيف للتحكيم الدولي. ويعني على ثقه تامه بان حضراتكم كنتم مستمتعين معنا خلال فتره البرنامج بالكامل، قد قدمنا لكم كل ما في وسعنا على ان يخرج البرنامج بهذا الشكل المشرف والمليق باعضائه الساده الاعضاء الموجودين. تحيه اجلالي وتقديري لحضراتكم جميعا، فحيوا معي انفسكم جميعا. اسمحوا لي اعبر عن اعتزازي الكبير بهذا التكريم الذي احظى به اليوم مع قامات كبيرة من رجالات مصر وأعلامها، وأعتقد أن الأمر يتجاوز شخصي المتواضع، حيث أن التكريم بدون شك هو تكريم لبلدي المغرب الذي أشعر بالفخر وأنا بمصر حين أتحسس تلك المشاعر الجياشة التي تغمر قلوب أشقائنا المصريين تجاه بلدي، وأكون سعيدا لأنها نفس تلك المشاعر التي يحملها كل المغاربة نحو أشقائهم الأعزاء من أبناء الشعب المصري الشقيق. بنرحب بيك في بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا بيك. حضرتك عايزين تدينا نبذة عن مركز جنيف للتحكيم الدولي. هو مركز جنيف للتحكيم الدولي هو مركز زي مراكز التحكيم الدولي الكتيرة الموجودة بره مصر وجوه مصر، من المراكز اللي هي المعتمدة. مركز جنيف للتحكيم الدولي بيقوم بعملية النهاردة عقد مؤتمره الثاني في مجال التحكيم الدولي، وده لنشر ثقافة التحكيم الدولي وفضل المنازعات اللي هي خاصة بمجال التحكيم الدولي ونشر هذه الثقافة لتيسير الاستثمارات داخل مصر.